كده وجهة نظر حضرتك او رأي حضرتك في موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الثالثة طبعا في اطار برنامج الاصلاح الاقتصادي زي ما احنا عارفين، هل دي بتعد شهادة ثقة في برنامج الحكومة المصرية الجديد؟ طيب، هو الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مصر اتفقت معاه اتفاقيه ان تحصل على تمويل قدره 8 مليار دولار ممتد لمده 3 سنوات ونص. فبيتم من خلال الصندوق حاجه اسمها المراجعات الدوريه، يعني مراجعه ومتابعه للسياسات الاقتصاديه والماليه لمصر. احنا كان المفروض ندخل جدول اعمال يمكن في اول شهر 7 نتيجة ان احنا كان عندنا تغيير حكومة او تشكيل حكومة جديدة، وبالذات في الجانب الاقتصادي او المجموعة الاقتصادية، فتم التأجيل عشان يكون هناك دراسة للوضع الاقتصادي المصري مع الحكومة الجديدة. وبالتالي دخلنا في جدول اعمال اللي هو يوم 29 اللي هو امس، اول امس للاسف، ودخلنا في جدول اعمال وتم الموافقة انه يتم المراجعة وان نحصل على القسط رقم 3. احنا خدنا قبل كده دفعتين 820 مليون دولار في شهر 5 و 820 في شهر 6، ومتوقع باذن الله خلال الايام القادمه ناخد الشريحه الثالثه. ده معناه ايه؟ معناه ببساطه ان الصندوق النقد الدولي شايف ان السياسات الاقتصاديه الماليه المصريه جيده وانها بتسير في الطريق الصحيح. فده بيدي طمأنه للمؤسسات الدوليه، سواء كانت التصنيف الائتماني زي فيتش وموديز، هتلاقي ان التصنيف الائتماني من مصر جيد، تجد ان التعامل مع الجهات الدوليه بتجد انه جيد. لما تيجي تتعامل مع مستثمر اجنبي، المستثمر الاجنبي لما بيجي يعمل دراسته او بيبحث على اي سوق دوله، فبيشوف اول حاجه التقارير الدوليه الصادره من الجهات الدوليه والمؤسسات الدوليه، فبيبدا يبص على صندوق النقد بيقول عنك ايه، البنك الدولي بيقول ايه، فيتش بتقول ايه، موديز بتقول ايه، فيبدا يتعامل معاك. فطالما بالظبط، فبيدي نوع من انواع الطمانه للمستثمر الاجنبي لو عايز يدخل الدوله المصريه. النقطه الثانيه، لما بتيجي تحصل على تمويل من اي جهه او تتعامل معاها في الجهات الاستثماريه، ان انت بتتعامل معاها بارتياحيه، لان هو انت عندك ضمانة، عندك شهادة انه تعاملاتك وسياساتك اللي اتقامت بمراجعة عليها صحيحة وسليمة. لكن هو الهدف من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي يجب ان يكون انه يستخدم في اتجاهات تنموية. على ذكر الاتجاهات التنموية وعلى ذكر الاستخدام، بحسب